دلوقتي هفتح المشروع بتاعي أليكس، وبعد كده هروح هنا للران شارت عشان اختار الوحدات اللي احنا هنشتغل بيها. يعني مثلا الكوست مثلا هتشتغل بايه، مثلا بالجنيه ولا بالجنيه للفيت مربع ولا بالجنيه للمتر مربع، والانرجي بتاعتك هتشتغل بايه، والاي يو اي ايه الوحدات اللي انت عايز تشتغل بيها، تمام، والمنثلي داتا هتشتغل برضو بايه، الحاجات الشهرية. طيب هرجع انا دلوقتي للران ليست، عايز اشوف لو انا غيرت بعض القيم في المشروع هل ده هيأثر على التكلفة الكلية ولا لأ. يعني انا عايز اوفر التكلفة، لو انا جبت مثلا حاجات صديقة للبيئة ده هيوفر ولا لأ. فهو هنا عرض لي المشروع، هبدأ اختار الملف الاولاني، وبعد كده هو هنا بيعرض لي بعض المعلومات للانرجي اند كاربون ريزولت، مثلا هنا الانوال انرجي كوست التكلفة قد ايه، اللايف سايكل كوست ده التكلفة في السنويا اثناء تكلفة التشغيل، فانا عايز اقلل تكلفة التشغيل ديت، عايز اقلل السي او 2، عايز الانوال انرجي اللايف سايكل انرجي. هنا بيديني معلومات كويسة جدا هتفيدني لو انا عايز حق استدامة او داخل حاجة زي الليد مثلا، فبتفيدني المعلومات ديت. الليد دي لايت الاندور هيبقى قد ايه، ولو الدور قد ايه، معلومات دقيقة جدا وكويسة جدا. الانوال الكتريكال اند يوز، الانوال فويل، بيلدينج ديتيل بيجيب لكم تفاصيل بقى للمبنى. طيب انا المعلومات دي كويسة جدا، بس انا عايز مثلا اغير، او عايز اشوف لو انا جبت حاجة صديقة للبيئة وهي طبعا ممكن تكون اغلى شوية هل ده هيوفر معايا ولا لا. فانا بجيب لي حسابات مثلا المية، فانا بقول له الستاندرد لو شغلت بالستاندرد مش هيوفر حاجة خالص في الانوال كوست سيفنج. طيب لو انا هنا اشتغلت مثلا التواليت جبتها لو فلو، واليورنال جبتها ووتر ليس، بحاول اقلل المية، الحوض هجيبه مثلا هاندس فري ان لو فلو شاور، هقلل المية هنا، هقلل الهوريزونتال. طيب دلوقتي بقى هقول له ايه، استيميت احسب لي، فلاقي ان انا هوفر 2447 جنيه كل سنة لمجرد بس ان انا اشتريت حاجات بتوفر في المية، تمام. في نفس الوقت الناس كلها هتلاقي مية، مش هخلي الحمامات من غير مية. برضه هنا بيقعد يحسب لي الحاجات بتاعتي، فاقول له استيميت احسب هتوفر قد ايه. هنا برضو ممكن اقول له انا عايز اعمل تحليل، تغير كده وتشوف الليد دي لايت، اعتقد في مشكلة. ال 3 دي VRML فيو محتاجة البلاجن يسطب اب، اكسبورت اند داونلود داتا فايل، عايز تنزله جي بي اكس ام ال يكون فيه المعلومات، بتقدر تدخله على بعض البرامج زي تريس 700، ال VRML تشوف المبنى ده 3D، ال DOE على اساس لو انت شغال على اي كويست، الانرجي بلس لو انت شغال على الانرجي بلس، الويزر داتا تقدر تعمل اكسبورت للمبنى بالمعلومات اللي انت عدلتها، ديزاين الترناتيف. هبدا اغير قيمه واشوف الحاجه دي اللي انا غيرتها هتوفر معايا ولا لا. يعني انا دلوقتي مثلا لو غيرت اللايتنج مثلا بحاجه مثلا موفره للطاقه هتوفر معايا قد ايه، تمام. ممكن تقعد تلاقي نفسك عملت تغير في لونت وصديقه للبيئه ومش صديقه للبيئه ووفرت لك حاجه قليله جدا، بينما مثلا لو غيرت المكنه بتاع التكييف لحاجه تانية ارخص هتوفر لك اكتر. فالواحد بيكون بيشوف ايه الحاجه اللي هي صديقه للبيئه وبتوفر وما بتضرش. اقول له ده مثلا التغيير دوت هسميه مثلا اسم، واقول له اد الترناتيف. هخش برضو على اللايتنج ابدا اعدل فيها، اشوف انا عندي مثلا اقتراحات ان انا مثلا اعدل كذا وكذا وكذا، الحاجات اللي انا عايز اعدلها اكتبها واشوف ده هيوفر معايا ولا لا. اللايتنج مثلا، الروف لو انا عملت مثلا عزل بطريقه معينه هيوفر ولا هتبقى تكلفه على الفاضي.
بعد كده لو جيت هنا عند المشروع دوت هلاقي ان هو ظهر الالترناتيف ليه كتير قوي. ببدأ اشوف اكتر توفير ده، ابدأ اشوف ايه الحاجات اللي انا عدلت فيها وعمل فعلا تغيير جذري، بحيث ان انا اقدر اوفر في الاستهلاك بتاع المية والكهرباء وكل حاجة، ويبقى الاستهلاك بتاع المبنى قليل، ويبقى حاجة صديقة للبيئة، بيكون فيها استدامة ان شاء الله.